هل تأتي هذه الكرة بالجديد؟ شفنا مخالفة سابقة، كادت تأتي بالجديد، تتنفذ في القائمة الثانية، رأسية والهدف الأول. الهدف الأول من يوسف عمرو، إغالة الحارس أمان الله مميش. إذا قلت كرة أولى كان تخطيرها من حمزة بن عبدة، وهذه مخالفة أخرى تأتي بالجديد وهدف أول للملعب التونسي، تنفيذ من حمزة الخضراوي وأمرو، إغالة حارس مرمى الترجي أمان الله مميش. إذا أسبقية للملعب التونسي في هذه المباراة قبل 10 دقائق من نهاية هذه المباراة. إذا هدف مقابل صفر في الدقيقة 80، ينجح الملعب التونسي وينجحوا أبناء حمادي الدو في مباغدة دفاع ترجي من كرة ثابتة. معطى جديد في هذا الديربي، هذه إعادة للعملية أمامكم. حمزة الخضراوي ينفذ وأمرو طليق من كل رقابة، إغالة أمان الله مميش ويفتتح النتيجة لصالح الملعب التونسي. أعطى نسخة جديدة من الترجي ناجعة، فقاعدين نكتشفوا، وهذه عملية خطيرة. أمرو للاعب رقم 34، والهدف الثاني، الهدف الثاني للملعب التونسي من مروان الصحراوي في هشمة معاكسة. هدف ثاني للملعب التونسي من هشمة معاكسة ومباغتة، والملعب التونسي ينجح في مضاعفة النتيجة من ترانزيسيون رابيد، يقودها اللاعب يوسف أمرو. ومروان الصحراوي قلب الدفاع ينجح في مباغتة أمان الله مميش ويضاعف النتيجة. مروان الصحراوي قلب الدفاع ينجح في إضافة هدف ثاني للملعب التونسي في هذه المباراة. إذا تأخر بهدفين لصفر للملعب التونسي، هذه إعادة للعملية أمامكم. الملعب التونسي يباغت دفاعات الترجي بهدف ثاني، يعني نجح حمادي الدو في غلق المساحات واللعب على الهجمة المعاكسة. هذه إعادة للاعب أمرو الذي تميز في الهجمة المعاكسة